اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، ودلوقتي هستعرض معاكم قراءه سريعه لاهم ما نشرته الصحف والمواقع وايضا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وده خلال الساعات القليله جدا اللي فاتت. تعالوا نبتدي مع بعض دايما باكثر الشخصيات انتشارا على المواقع الاخباريه المصريه النهارده. الحقيقه ان تصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المواقع الاخباريه المصريه، وده بعد اعلانه ان ازمه تخفيف الاحمال انتهت بشكل نهائي، لكن من الوارد انقطاع الكهرباء بسبب ضغوط درجات الحراره. تهم متبادلة قام بها المتنافسين على الكرسي الرئاسي في أمريكا، ممثل الحزب الجمهوري دونالد ترامب وممثلة الحزب الديمقراطي كاميلا هاريس، حيث وصفت كاميلا ترامب بأن معركتها معاه هي معركة ضد التطرف في أمريكا ومحاولة العودة بأمريكا للوراء. ولكن وصف ترامب كاميلا بأنها مجنونة يسارية وأكثر نائب رئيس غير كفء في تاريخ أمريكا. اللاعب الراحل أحمد رفعت رجع اسمه ليتصدر السوشيال ميديا بعد قرار الشركة المتحدة للإعلام إطلاق اسمه على أحد فرق برنامج اكتشاف المواهب كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب الكروية، فيما وصف بأنه تكريما للاعب الراحل. البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري تصدر الأخبار امبارح، وده بعد تصريحاته اللي أكد فيها أن تعادله مع منتخب الدومينيكان ده ما يعنيش أبدا خروج مصر من المنافسة على الصعود للدور القادمة في أولمبياد باريس، مؤكدا أن لاعبي عندهم الأفضل عشان يقدموه في المباريات اللي جاية أمام أوزباكستان وأسبانيا. الخبر اللي معانا بعد كده عن ضابط اسرائيلي وهو اسمه أشرف البحيري، كان حديث السوشيال ميديا امبارح في مصر وفي العالم كله الحقيقه، وده بعد حضوره مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه في الكونغرس الامريكي. أشرف هو ضابط مسلم بدوي من مدينه رهط الموجوده في الاراضي المحتله وتحديدا في صحراء النقب، وقدمه نتنياهو كنموذج ان جيش اسرائيل بيحمل تنوع من اليهود والدروز وكمان المسلمين. اكد محافظ القاهره دكتور ابراهيم صابر ان اسعار التعريفه الخاصه بالمواصلات زادت بنسبه من 10 ل 15% اي من 50 قرش ل 2 جنيه في كل المواصلات، حيث ان اكبر قيمه للزياده هي للاوتوبيسات المكيفه بقيمه 2 جنيه، وزادت أسعار الدواجن خلينا نقول بقيمة 3 جنيه للكيلو، ومن المتوقع زيادات أخرى بسبب زيادة سعر السولار، ومن المتوقع زيادة سعر الخبز الحر مع زيادة سعر السولار أيضا، فيما أكد دكتور شريف فاروق وزير التموين أنه لا مساس بسعر الخبز المدعم. أمر خطير، ده وصف حلف الناتو لاختراق مسيرات روسية لأجواء دولة رومانيا واللي بتعتبر واحدة من دول الحلف، حيث انضمت سنة 2004 للحلف، وبيعتبر دخول المسيرات لأجواء رومانية أول اختراق روسيا لأجواء دولة من دول أعضاء حلف الناتو، واللي سبق واعتبروه دولة الحلف أمر يستوجب الرد. قام أمس وزير الكهرباء والطاقة المتجددة دكتور محمود عصمت بزيارة تفقدية لمحطة الضبعة لمتابعة العمل بها، وجاءت زيارة الوزير بعد اجتماع مجلس الوزراء في العالمين، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل الوحدة النووية الأولى عام 2028 ويتم تشغيل الوحدات الأخرى عام 2030. تعالوا نروح كده لخبر يعني خلينا نقول عمل بلبله كبيره الفتره اللي فاتت على السوشيال ميديا، وكعاده الاعمال الفنيه دايما اللي بيقوم بكتابتها الكاتب ابراهيم عيسى دايما بتثير الجدل زي ما احنا متعودين، ولكن اتعرض فيلم الملحد للهجوم عليه في كل مره بيتم الاعلان عن عرضه. واجه الفيلم مشكلات طبعا رقابيه وتاجيلات كتيره جدا لحد ما اعلن المنتج احمد السبكي اخيرا ان ميعاد عرض الفيلم هيكون 15 اغسطس، ده بعد عرض خاص للاعلام هيكون يوم 14 اغسطس. الفيلم وصفه يعني مخرجه ماندو العدل بانه اجرأ فيلم عربي في التاريخ، والفيلم ده من بطولة أحمد حاتم ومحمود حميدة وشيرين رضا وطار عماد ونجلاء بدر، وكمان هيتم عرضه تحت تصنيف رقابي فوق 16 سنة.
نروح للمقال اللي معانا النهارده، وهو مقال مهم جدا الحقيقه للكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريده الشروق، عن مدى اهميه جلسات الحوار الوطني اللي بتعمل حاليا بشكل موسع، واللي كان اخر ثمارها الافراج عن 79 سجين على ذمه الحبس الاحتياطي. المقال بعنوان الحبس الاحتياطي ملاحظات على الهامش. المقال بيؤكد فيه الكاتب على أنه حضر تقريبا كل جلسات الحوار الوطني من ساعة انطلاقها عام 2022، لكنه بيأكد أن الجلسات اللي بدأت اليوم الثلاث الماضي كانت ذات طبيعة خاصة لأنها تناولت قضية الحبس الاحتياطي. وأشار عماد الدين حسين أن الحوار أصبح في كل أطياف الشعب المصري باستثناء القوة المتطرفة اللي مش بتؤمن بالدولة المدنية أساسا، منوها أن مصر كلها رحبت من تلك الجلسات في حين الخاسر الوحيد كان الأعداء سواء في الداخل أو الخارج. تعالوا نروح للكاريكاتير بتاع النهارده، هو من موقع صحيفه المصري اليوم ونزل تحت عنوان جرائم اسرائيل في غزه برعايه امريكيه. بتصور فيها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان هو الطفل مدلل لامريكا اللي بتقوم باطعامه من دماء اهالي غزه في الوقت اللي بينام فيه على جثث مئات الشهداء من ابناء القطاع.